السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الحبيبة أمي من جديد بمقدمتها المعتادة دائما كالعادة، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نطيبوا واحد طاجين مغربي بامتياز. الأساس ديالو، الخضرة الأساسية ديالو هي البطاطا قصبية، والبطاطا القصبية هي من الخضر الموسمية الخريفية اللي كتكون من شهر أكتوبر حتى لشهر ديسمبر، كتكون موجودة في السوق. إن شاء الله غادي نحضروا جميع واحد طاجين مغربي محض غزال الجديد بالبطاطا القصبية والدجاج. بسم الله وعلى بركة الله. المقادير هي كالتالي: عندي الدجاج بلدي، وعندي البطاطا قصبية، والبصلة مقطعة رقيقة، والتوابل ديالها، وجدت الطاجين ديالي. من بعد ما غسلنا الدجاج وقديناه ونزلناه، كتقدري سيدتي ديريها باللحم، ديريها بأنواع الدجاج كيف ما بغيتي، وكتقدر تجيب وحدها متشرميلة ديالها. والبطاطا قصبية يعني من الخضر اللي كتكون في الخريف وكتكون موسمية. عندي سكنجبير، الملح، البزار، والخرقوم، وبصلة مقطعة رقيقة، والثومة، والسمن، وزيت الزيتون، واللب ديال الحامض مصير أو مرقد، والقزبر، ومعدنوس، والطويجين ديالنا بطبيعة الحال. والبطاطا قصبية لها قيمة غذائية عالية، والبطاطا قصبية كتحتوي على السكريات المركبة والألياف والأملاح والمانيزيوم وواحد العديد من الأشياء المهمة للجسم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله، نبدأ في تحضير التتبيلة ديال الدجاج او اللحم على حسب الموجود اللي عندك. كندير التوابل اللي سبق ليا ذكرتها، درت معلقة سكنجبير، ومعلقة الخرقوم، معلقة صغيرة. انا هنا كندير الخرقوم كتير شوية بالزيد، والابزار، ومليحة بطبيعة الحال، وكنحاولوا ما نكتروش الملح البطاطا لانها كتحتوي على الملح، كتكون فيها الملح زايده، والسكر كتكون حلوه ومالحه في نفس الوقت، لان هذا النوع ديال البطاطا الموسميه. وكندير اللب ديال الحامض مرقد، وكندير القزبر ومعدنوس. ودائما التوابل كتكون على حساب الكميه اللي عندك ديال الدجاج او اللحم. وهاد التتبيله اللي كندير كنقدر نطيب بها اللحم، كتجي مع اللحم وكتجي مع الدجاج. ولما كان عندك سيدتي لا لحم لا دجاج، كتقدري طيبي هاد واز، كتجي لذيذه. انا في الوقت ديالها كنطيبها، دائما كتكون عندي كنطيبها، كنقول نستغل وقتها لانها هي موسميه، عندك من اكتوبر حتى لديسمبر شهرين ديالها فاش كتكون. وكندير البصلة مقطعة شرائح، وداك الكويس اللي عندي ديال زيت الزيتون كندير النص ديالو مع تشرميلة، والنص الثاني او التتبيلة، والنص الثاني غادي نديرو في الطاجين. وهكذا سيدتي كنخلط التتبيلة ديالي بنص كاس ديال الزيت، وغادي نتبل بها الدجاج ديالنا اللي غادي يطيب في الطاجين. هاد الطريقة هادي كتجي لذيذة، وهي كطيب بزاف الطرق. كتقدري تطيبها بإن صوص طوماط، كتقدري تطيبها بزاف وكتمشيها مع بزاف الخضار. وهكذا سيدتي بهاد التتبيلة هادي كنحاول ندخلوها في الدجاج، وكنرصيو الدجاج في الطاجين. من بعد ما كنديرو داك نصف الكأس اللي بقى لينا
ديال زيت الزيتون. وزيت الزيتون هاد الكاس اللي درت ناقص ما كيعادلش الكاس ديال العنبه، قل منه. وقد ما طيبنا بزيت الزيتون كيجي الطاجين المغربي كيجي لذيذ. وحنا كنحضروا هذا الطاجين الجديد هذا ديال البطاطا قصبيه، ما فيها باس نتكلموا على الفوائد ديال البطاطا قصبيه. بزاف الناس ما كيبغيوش ياكلوا البطاطا قصبيه، كيقولوا بانها كدير لغاز في البطن ديالهم، وهي بالعكس هي طارد للغازات، وكتحتوي على واحد العديد من الفيتامينات، منها البوتاسيوم، منها المغنيسيوم، منها الفيتامين سي. والبطاطا القصبية كتدخل في التغذية ديال المصابين بالسكري وارتفاع الضغط والكوليسترول والإمساك وفقر الدم وواحد العديد ديال الأشياء اللي كتصلح لها هاد البطاطا القصبية، وغنية غنية بالمواد وبالفيتامينات اللي محتاج لها الجسم ديالنا. وهكذا سيدتي كنرصيو الطويجن ديالنا، وداكشي اللي بقى لينا من التتبيله كنديروها من فوق منه، وكنديروا عليه واحد الكويس ديال الماء، وكنراقبوا الطاجين مره باش ما يحرقش لينا الدجاج ديالنا في الطاجين او اللحم، وكنديروه فوق الفحم. او الا بغيتي ديري سيدتي فوق الغاز، كديري العافيه مهيله بزاف، وكتحاولي ما امكن تهزي الطاجين واحد شويه بديك الحديده ديال الطاجين على على النار ديال البوطه اللي عندك. يا سلام، انا كنستمتع وانا كنطيب هذا الطاجين لانني عارفه قيمته الغذائيه، وعارفه اللذه اللي كتجي فيه والمذاق اللي كيجي فيه. من بعد سيدتي ما كنقاد طاجين وكنصوبو على حقو طريقو، وواحد النسمه طالعه منه ديال زيت الزيتون وديال كنغطيه، وكنحطو فوق الفحم، وكنمشي للبطاطا اللي نقيت. البطاطا اللي نقيت قبل ما يطيب لي الطاجين كنديرها في الماء، وكنعصر عليها الحامض، كنخليها كنعصر عليها واحد شويه ديال الحامض، وكنخليها في الماء باش كننزل منها دوك لي غاز اللي فيها الغازات اللي كيكونوا فيها، وما كتاثرش علينا، يعني ما كتكونش عندنا كثره الغازات. وكنخليها حتى الوقت اللي غادي يطيب لي الطاجين ديالي، كنشدها من هذا الماء، كنحيدها منه، وكنغسلها مزيان، وكنطيبها. من بعد ما طاب لي الطاجين بهذا الشكل هذا وتشحر الدجاج، ما شاء الله جلديد غزال، ما شهيتكم فيه، ريحه زكيه طالعه منه، وكيبان لذيذ من الشكل ديالو، كيبان لذيذ ما شاء الله. كنشكر راسي، كنستف البطاطا كنرصيها فوق الطاجين، وكنقادها بالشكل اللي بغيتي سيدتي. هو الطاجين المغربي ما شاء الله كيجي زويون وكيجي لذيذ، وكيجي المنظر ديالو جميل، وحتى الاكل ديال الفخار كيكون صحي. ما كرهت شي نهار نتكلموا على الاكل في الفخار والفخار والمزايا ديالو، نديروا عليه شي فيديو باذن الله الى تحت لنا الفرصه. وهكذا كنصوب البطيطه وكنرصيها في الطاجين، وكتقدري تزيدي معها مثلا فلفله حلوه، كتقدري تزيدي معها بعض الخضار اللي انتي كتحبيهم وكتبغيهم، لان هاد البطاطا خاصك واحد الكميه كثيره منها باش يعني تقد لك العائله الا كانت العائله كثيره، لانها كتجي لذيذه بزاف وكتستهلك في الاكل ديالها، يعني تستهلك، يعني كناكلوا منها بزاف، كنحبوها. وهكذا من بعد ما صوبنا الطاجين بهذا المنظر الجميل، جا بحال شي ورده ما شاء الله عليه، كنديروا فيه
شي زويوقات خضرين، الربيع، الزيتون، فلفلة حارة، الموجود عندك. كيف ما كنقول لك سيدتي، ابدعي بدعي وتلدي وانتي كطيبي الاكل ديالك باش يجي فيه النفس الطيب ويجي فيه اللذة من اليدين ديالك. ما شاء الله الطاجين ديالنا هو وجد بهذا الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم هذا الطاجين وديروه، وكنخليو حتى الاخر فاش كتحطي الطاجين وكتعصري واحد شويه، ديري شويه ديال العصير الحامض، كيجي لذيذ كيجي غزال. جربيه سيدتي وما تندميش عليه، المريقه ديالو خاطره وملبه كيف ما كنقولوا ليها، ولذيذ. جا واحد الطاجين غزال ما شهيتك فيه. بالصحة والراحة، نهار تصوبيه تفكريني ودعي معايا وما تنسيني سيدتي من الدعم ديالك، لأن إلا ما كنتوش انتوما ما كيناش الحبيبة أمي. ما تنسونيش من اللايكات وما تنسونيش من كلامكم الحلو ومن التعليقات الجميلة بحالكم وبحال التربية ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.